أقام لواء ثاني مشاه جبلي في ميفعة بمحافظة شبوة حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد 53 للاستقلال. نعم، وفي الحفل أكد قائد محور عتق العميد الركن عزيز ناصر العتيقي على أهمية الاحتفاء بذكرى الاستقلال في عيدها 53، مشيرا إلى أن الشعب الذي قهر وأذل أكبر إمبراطورية وطرد آخر محتل في 30 من نوفمبر 1967 قادر على استعادة وتحرير أراضيه وطرد الميليشيات مهما اختلفت مسمياتها. وأشار العميد العتيقي إلى أن يوم الاستقلال والجلاء يمثل رصيدا من الخبرات والتجارب المتراكمة التي نستلهم منها العبر والدروس لتنشئ أو تنشأ على ضوئها الأجيال وتسير على دربها حسب قوله. ذكرى 30 من نوفمبر تعزز روح الانتماء للوطن والافتخار به والدفاع عنه من كل الأيادي التي تمتد إليه، محاولةً العبث به وبمقدراته وسيادته، مستمدين تلك القيم والمبادئ من التضحيات البطولية التي سطرها الآباء والأجداد خلال فترة مقاومة الاستعمار البغيض. لقد توجت نضالات شعبنا العظيم تجاه الاستعمار البريطاني خلال أكثر من قرن بالنصر المبين عبر مراحل زمنية متعددة ومتنوعة،